يقول أحد الفلاسفة أنه في أيام الأزمات الصعبة وعندما تحل كارثة كبيرة على البشر أن يتوقفوا لبرهة وينظروا في كل الاتجاهات لأخذ قرار والسير في اتجاه واحد. هكذا تدار الأزمات بالأوقات الصعبة. ويضيف أنه لابد من التذكر بأن الحياة نظام من قطبين إيجابي وسلبي. ما بتشوفوا أنه رغم سلبية جائحة هذا المرض فقد جعلتنا نكتشف الجانب الإيجابي؟ لا يمكن للبشرية أن تصنع الفرق وتغير من أحوالها من دون مبادرة، والإبداع بالتفكير رح يدفعنا إلى الأمام وبالتأكيد نحو الأفضل. هكذا تستقيم المجتمعات وتزدهر رغم الحاضر القاتم ظاهرياً. تفاءلوا وامضوا بمبادراتكم، فالصبح قريب وسواعد شبابنا بتأكد لنا يومياً بأننا بالاتجاه الصحيح. أن نتمرس أكثر وأن نبادر أكثر وأن ننظر في كل الاتجاهات لنسير في قرار واتجاه واحد للحل. بزمن الكورونا شبابنا العربي بادروا وكانوا بالمرصاد، وبهيدا التقرير رح نشوف مبادرة شبابية من اليمن. اسمي مها عون وأنا من استقطت حملة تعز ضد الكورونا. أتت الفكرة في بداية شهر مارس بعد رؤية العدد الإحصائيات في العالم بسبب مرض الكورونا، فقلت من نفسي إنه ليش ما نبدأش نعمل الحملة ونبدأ بمجال التوعوي، خاصة إنه في كثير مبادرات شبابية وكثير أشخاص تطوعوا. بدأت بإنشاء جروب، حالياً نحتوي على أكثر من 9000 متطوع بإضافة إلى صفحة إلكترونية. بعد هذه الخطوة بدأنا مع الفريق ننشأ استمارة تطوعية. خلال 24 ساعة فقط تم تعبئة أكثر من 1100 متطوع، تم تدريب المجموعات في بداية من يوم الثلاثاء في 4 مواقع. طبعاً أنشئت مبادرة وجودي إلى جانب الكثير من المبادرات والحملات داخل مدينة تعز وفي اليمن بشكل عام لمواجهة فيروس كورونا. فكرنا نحن الشباب بعمل مبادرات توعوية ومبادرات في صنع الكمامات القطنية، خصوصاً بعد نفاذ أو انعدام الكمامات الطبية المستوردة من الخارج. قمنا بعمل كمامات قطنية ومعقمة يمكن استخدامها لفترة أطول من الكمامات الطبية. بأدوات بسيطة بالكاد تكفي وبسواعد لا تتعب بيعمل هؤلاء الشباب دون كلل، قرروا السير بمواجهة المرض متسابقين مع الزمن لإيجاد حلول بكل إصرار. كم منا بيتمنى أنه يصنع الفرق بهيدا الوقت ليخدم مجتمعه ووطنه؟ كم منا بيتمنى أنه يخلق مبادرة لتكون علامة فارقة بحياة الآخرين؟ الوقت أمامنا لنصنع المبادرات. دعونا نخرج إبداعاتنا وأفكارنا لنصنع الفرق ونحول طاقة جائحة الكورونا السلبية لطاقة إيجابية، وبهيك نصبح جميعاً جزء من الحل. قبل وصول المشاركين يكون فريق العمل متواجد في القاعة التدريبية يقوم بتعقيمها واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة والمنصوص عليها في بروتوكول مكتب الصحة، والتي هي عبارة عن توزيع المشاركين ما بين متر إلى متر ونص بين كل مشارك. آخر الأنشطة التي قامت بها مبادرة وجودي هو التنسيق مع مكتب الصحة لتوفير السلة الصحية لنزلاء السجن المركزي داخل مدينة تعز بعدد 500 نزيل، إلى جانب توفير كمامات لأفراد الأمن المتواجدين داخل السجن المركزي كونهم أكثر الأشخاص المخالطين للسكان.
علمتنا الحياة أنه عندما تقسو علينا الظروف لابد أن نخرج منها أكثر قوة، لا عجز ولا يأس. نعم فيروس كورونا أشهر سلاحه واحتجزنا ببيوتنا بأسوة، وكان قاسي جدا في بعض الدول أكثر من غيرها كما في إيطاليا ودول أخرى. لما استفحل المرض في العديد من الدول خرج الناس للشرفات منازلهم ليغنوا ويرقصوا حتى ترتفع معنوياتهم ضد اليأس والاستسلام للخوف. اصنعوا السعادة لأنفسكم، فهيدا المرض ما بيهزموا إلا وعينا وحبنا للحياة والتفاؤل ونشر الإيجابية بنفوسنا ونفوس الآخرين. إلى اللقاء.